شي يوم سألت حالك ليش منفرز النفايات وشو ممكن يصير إذا رميت كل شي سواء بقايا الأكل أو الزجاج مثلا بنفس كيس القمامة بدل ما نفرزهم بحاويات مختلفة جوا الغرفة البيئية؟ اليوم تخليك تشوف. كتير ناس بيفكروا إنه النفايات ممكن تنحط مع بعضها، بس هالشي مو صحيح أبدا. ليش منقوم بالفرز؟ إذا ما فرزنا القمامة تبعنا بتروح كل نفاياتنا للحرق، يعني بتحترق مرة واحدة وبتتحول للتدفئة أو كهرباء بالمدن والمقاطعات السويدية. أما إذا فرزناها بصير فينا نعيد تدوير نفاياتنا مرة بعد مرة. فينا نستخدم البلاستيك بعد ما نعيد تدويره لحتى نعمل علب جديدة أو منتجات بلاستيكية تانية. تخيل إنه القنينة البلاستيك تبعك ممكن تصير كياس قمامة جديدة أو ممكن تصير علب بلاستيك. إذا عدنا تدوير علب الكرتون ممكن تتحول لكرتون جديد وأغلفة جديدة، وعلب الحليب القديمة تبعك ممكن تصير علب شوكولا جديدة. بقايا الأكل يلي بتفرزها ممكن تصير غاز حيوي بمشيلنا الباصات والسيارات، وممكن كمان تصير سماد حيوي. وهلأ بعد ما عرفنا ليش لازم نفرز، صار لازم نعرف شو هي أفضل طريقة للفرز. معظمنا نحن يلي عايشين بشقق فينا نوصل لغرفة بيئية بسهولة، وبهي الغرفة فينا نلاقي حاويات مختلفة جواتها أنواع مختلفة من النفايات. بالنسبة لبقايا الأكل لازم تستخدم هذا الكيس الورق البني، وجواته فينا نحط الأكل القديم وعظام السمك ونواة التمر وقشر البيض وكياس الشاي. بس وين منحط السنوس والسجاير والعلكة؟ ببساطة بكيس النفايات العادي يلي منحط فيه باقي النفايات. لا تنسى تستخدم حامل لحقيبتك لأنه بهي الحالة ممكن تدوم لفترة أطول، وإذا خايف من احتمال التسريب فيك ببساطة تستخدم حقيبة تانية. هاي العبوات موجودة بكل البيوت العربية تقريباً، خليني فرجيكم كيف منفرزها. بس مثلاً مثل هاي العلبة لا ننسى إنه نفرزها البلاستيك لحال والكرتون لحال. علب الورق يلي شايفينها بتجي من المنتجات يلي نحنا بنستخدمها كل يوم، خليني فرجيكم كيف بنفرزها. حتى تعرفوا معلومات تفصيلية أكثر راجعوا دليل باسيد باللغة العربية وتذكروا إنه سوا فينا نعمل فرق. أنت بتفرز مشانك ومشان عيلتك، اليوم وبالمستقبل سوا بنعمل فرق.